يسأل عن معنى قول الله تبارك وتعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. هذه أنواع الملائكة، الله أعلم أنها أنواع الملائكة التي تصف عند ربها والتي يكل الله إليها بعض الأمور الكونية، لأن كل ملك أو كل صنف من الملائكة موكلون بنوع من الأعمال يقومون بها بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم.